أهلا بحضراتكم من جديد ولسه مستمرين في فقرتنا الإخبارية. مجلس الشيوخ بيبدأ جلسته العامة بمناقشة عامة حوالين ما تقدم به النائب طارق نصير وعشرين عضو من المجلس، اتناقشوا فيما يخص سياسات الحكومة بخصوص المناطق الصناعية اللي موجودة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وعندما نتحدث عن منطقة اقتصادية لقناة السويس فبالتأكيد نحن أمام منطقة ذات طبيعة خاصة، وهنعرف ليه ذات طبيعة خاصة من خلال ضيفنا اللي هيكون معانا عبر الهاتف دلوقتي، النائب أحمد سمير عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ. سيادة النائب بنرحب بحضرتك وصباح الخير. صباح النور عليك وعلى كل المشاهدين. اهلا بحضرتك يا فندم. يمكن سياده النائب، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدر قرار جمهوري رقمه 330 لسنه 2015 بانشاء منطقه اقتصاديه لقناه السويس، ولما نيجي نتحدث عن منطقه اقتصاديه انشئت بقرار جمهوري فبالتاكيد نحن امام منطقه ذات طبيعه خاصه، فممكن حضرتك تشرح لنا اكثر هذا الامر؟ طيب، في البداية الاستفادة من قناة السويس وموقعها الاستراتيجي في حركة التجارة العالمية كان يحتم علينا ان احنا نستفيد منها كمنطقة اقتصادية لوجستية، ما تبقاش بس مرور للسفن، كمان نقدر نستفيد منها في حجم التجارة، نقدر نستفيد منها في صناعات في هذه المنطقة، وده كان توجه الدولة المصرية في هذه المرحلة. الوضع الحالي اللي احنا فيه ان احنا بنتكلم على 455 مليون متر منطقة اقتصادية فيها 305 منشأة و 18 مليار دولار استثمارات فيما ذلك البنية التحتية لهذه المنطقة. كل ده النهاردة تشتغل فيه 14 مطور صناعي، كل ده النهاردة عشان يؤهل هذه المنطقة لتكون جاذبة للاستثمار والمستثمرين في أكتر من قطاع. يعني احنا بنتكلم على أربع مناطق اقتصادية هامة جدا، منطقة اقتصادية في شرق بورسعيد وغرب القنطرة وأيضا شرق الإسماعيلية، والمنطقة الأخيرة هي المنطقة الصناعية اللي في العين السخنة. أربع مناطق اقتصادية بيشغلوا كمان الحاجة الأساسية بقى البنية التحتية، ست مواني بتخدم المناطق الاقتصادية. طبعا عندنا ميناء غرب بورسعيد وشرق بورسعيد والعريش والأدبية وكمان ميناء العين السخنة، والميناء الأخير هو ميناء الطور. كل ده في إطار سعي مصر لجذب استثمارات وتهيئة قناة السويس، مش بس عشان تمر فيها السفن، كمان عشان يبقى فيها مشروعات لوجستية واقتصادية تخدم الدولة المصرية. طب سيادة النائب، واحنا بنتكلم عن جذب الاستثمارات، يعني نجحت الدولة المصرية في توفير بنية تحتية جاذبة للاستثمارات، فإيه هيوصل لحجم هذه الاستثمارات في المستقبل؟ طيب خلينا نقول ان في مستهدفات كبيره جدا خلال السنه ونص اللي فاتت طبقا لكلام رئيس الهيئه المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس في امام مجلس الشيوخ في الجلسه امس، ان دخل استثمارات ب 4.6 مليار دولار خلال 16 شهر سنه ونص. كمان في قطاعات مستهدفه للاستثمار في المرحله الحاليه، وده وضع جيد جدا ان الدوله المصريه تكون بتستهدف صناعات بعينها عشان نقدر نشتغل عليها، زي صناعات الهيدروجين الاخضر، صناعات الاطارات، بطاريات العربيات الكهرباء، القطاعات الهوائية، الجزئيات ومراكز يعني يستهدفها في المرحلة ديت، وكمان صناعات الخاصة بالبتروكيماويات والطاقة الشمسية. الصناعات دي من الصناعات اللي مصر بتستهدفها في المنطقة الاقتصادية، وبالتالي النهاردة ده بيخلق فرص عمل لشباب كتير جدا، بيخلق دخول تكنولوجيا حديثة، يخلق ان المستثمر لما يجي يبص على الامتيازات اللي بتقدمها له المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس، اعتقد ان ده بيشجعه بشكل كبير جدا بجانب موقعها الاقتصادي وموقعها الاستراتيجي ان هو يجي يستثمر في مصر في هذه الصناعات. ويمكن سياده النائب، يعني ونحن نتحدث عن قناه السويس، هي قناة السويس مش مهمة بس بالنسبة لمصر، يعني حتى السادة المشاهدين لازم يفهموا كده انه قناة السويس مش مهمة بس بالنسبة لمصر، هي بالتأكيد مهمة للعالم كله لانها بتعتبر مركز لوجستي مهم جدا في العالم كله، بيربط العالم كله ببعض، فبالتأكيد ده بيساهم كمان اكتر في الحصول على اقتصاد مميز، بيساهم اكتر في الحصول على عملة صعبة، فبالتأكيد قناة السويس يعني بنية تحتية مهمة جدا بالنسبة لمصر والمصريين. طبعا بص، النهاردة قناة السويس هي وضعها الاقتصادي على المستوى العالمي هام جدا، لان هو ممر مزدوج وممر مائي بيمر فيه حجم تجارة كبير جدا ما بين العالم كله، بنشوف تأثر كبير جدا للاقتصاد، وهو لان هو اسرع ممر بحري بين قارتين. النهارده بنتكلم على
الممر الاسرع طبعا مقارنه بممر رأس الرجاء الصالح في حجم التجاره وتوفير الوقت للصناعه. لا طبعا ممر قناه السويس على مستوى السنوات اللي فاتت كلها بنشوف ان ما وضع مصر الاقتصادي منذ فكره انشاء القناه. مصر تاريخيا وضع القناه من سنه 1798 لما بدات فكره انشاء القناه كفكره الى ان تم تنفيذها وتم تاسيس القناه وتمامها الدوله المصريه، كل ده النهارده حجم التجاره بيزيد بشكل كبير جدا. المميزات اللي بتيجي للدوله المصريه من مرور السفن التجاريه، كل ده النهارده بيورينا ان الملاحه في قناه السويس هامه جدا. لما بيحصل لا قدر الله طبعًا اي حادث تعطيل ولا حاجه، حجم التجاره وحجم الاقتصاد العالمي بيتاثر بشكل كبير جدا. تحس ان العالم بيقف بالظبط، تلاقي العالم كله متاثر واسعار كل السلع بتتاثر بشكل كبير جدا بقناه السويس، لانها من اهم القنوات الملاحيه العالميه في التجاره وفي المرور، خاصه ان مصر عملت توسيعات وعملت محور جديد يخدم حجم الربط ما بين الشمال والجنوب في حركه السفن بشكل كبير. سيادة النائب أحمد سمير عضو لجنة شؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، نشكر حضرتك جدا على هذه المداخلة.